الخير يا بنات، النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو لو انا مبتدئة ولسه بحط ميك اب جديد، ايه هي الادوات اللي هشتريها او الماتيريال اللي هستخدمه عشان ما اكلفش نفسي واشتري حاجات كتير. هنبتدي مع بعض. اول حاجة الفاونديشن او الكريم الاساس، انا بختاره حسب نوع بشرتي. انا بشرتي دهنية جافة مختلطة، وحسب برضو استخدامي. انا هنزل الصبح، هنزل بحط ميك اب كل يوم، بحط انا بنوته في الجامعه، حد بيروح شغله، او مثلا حد بيحط في البيت، او حد بيحط بس مجرد مناسبه. فطبعا ده بيختلف حسب نوع الفاونديشن اللي انا هشتريه، يا اما تخطيطه عاليه او حاجه خفيفه، بي بي مثلا او سي سي، حسب نوع بشرتك. تمام، ده نوع ميك انا بفضله جدا، ده مناسب لكل الاوقات وسعره مش غالي وتخطيطه معقوله، سعره كويس جدا. تاني حاجه معانا الباودر او الكومباكت باودر اللي انا بثبت بيها الفاونديشن دي، نحط طبقه رقيقه جدا منها عشان بس الفاونديشن ما يبقاش دهني او لامع. ممكن استخدمها بالسبونج بتاعتها دي، او ممكن بجيب لها فرشة، اشتري لها فرشة زي دي، بتكون حجمها متوسط جدا وشعرها يكون ناعم، وبستخدمها باخد منها كده ما يبقاش كتير، وابتدي اوزع على البشرة. تمام، وبرده معانا الكونتور ده كان سعره كويس، وكان 4 ألوان، يعني كل اللي انتي هتحتاجيه من الكونتور كمبتدئة. الكوريكتور شوية على اورانج، وده هايلايتر ابيض، وده كونتور غامق للتحديد، وده بيج تستخدميه ككونسيلر، مناسب جدا وسعره بسيط. ممكن تتدربي عليه ازاي تستخدميه بطريقة حرفية. ودي الفرشة بستخدمها لتحديد الكونتور، هي اصلا معمولة مخصوص للكونتور، حاجة كده فظيعة وسهل جدا تحكمها، لان زي ما انتم شايفين معايا هي مايلة شوية، وهنا ليها سن رفيع، يعني نقدر نعمل بيها خطوط رفيعة، نقدر نعمل بيها مساحات عريضة كده، فهي رهيبة. تاني حاجة بقى بعد كده معانا تحديد الحواجب. لو انتي لسه مبتدئة خالص ومش بتعرفي تستخدمي الفرش كويس، يبقى نجيب قلم حواجب. القلم ده برضو حلو جدا، لازم تجيبيه بني، يعني بني غامق كده او بني افتح شوية، انما اسود. حتى لو انتي حواجبك سودة او شعرك اسود او عيونك سودة، مينفعش تستخدمي ابدا تحديد حواجب اسود. والافضل منه اللي انا شخصيا بفضله مصحح الحواجب. المصحح ده برضو سعره كويس، وهو بودر مش جيل، عشان يبقى شكله ناتشرال اكتر، وكمان بيجي معاه الفرشه بتاعته. دي الفرشه بتاعته تبقى مدببه شويه كده حرفها، وبيجي من معاه لونين، لون فاتح ولون غامق، ده بيكون مثبت لتحديد الحواجب. تمام، وكمان الايلاينر او تحديد العيون. لو انت مبتدئه جديده لسه خالص ومش بتعرفي تعملي، يبقى نستغنى عن الايلاينر ده، في منه انواع، في منه ده ديب لاينر مش ريشته ناشفه شويه، مش ريشه رفيعه قوي، وسواده حلو جدا. مش واضح معانا؟ افضل من كده ممكن تستخدمي في حاجات ديب لاينر برضو بقى شبه بنسل شويه كده، او في اقلام حواجب ووتر بروف، اقلام كحل عادية ووتر بروف، ممكن ترسمي بيها فوق عين او جوه العين حسب شكل عينك. واهم حاجة بقى في الميك اب كله، اهم حاجة هي الماسكارا. الماسكارا دي ما ينفعش نستغنى عنها في اي ميك اب. هنحط ميك اب نهار، ميك اب سواري، لازم مفيش غنى عن الماسكارا. انت ممكن ما تحطيش ميك اب اصلا، تحطي بس ماسكارا. المسكرة دي سعرها كويس، ولو انت مبتدئة او مش بتعرف توضع مسكرة كويس، ده احسن شكل للفرش ممكن تستخدميه. الشكل ده هيديك معاكي كثافة وطول حلوين جدا ومجهود قليل. وبعد كده هيجي معانا ايه، الاي شادو او ظل العيون.
الاي شادو لو انت هتستخدميه الصبح يبقى لازم تختاري الالوان الترابيه المط اللي ما فيهاش اي لمعه، مثلا زي الباليت دي فيها الوان كتير هتستخدميها، فيها الكشميرات، البنيات، الاسود، البني الغامق، الرمادي، الوان كتير تقدري تستخدميها في اي وقت، خارجه بعد الظهر، الصبح، الوان طبيعيه جدا. ومعانا كمان البلاشر او احمر الخدود. البالت دي من البلاشر فيها كذا لون بحيث ان انت تقدري تظبطي البلاشر، لازم نبقى ظابطين البلاشر لايق مع الشادو، لايق مع الروج، مش كل حاجه لون عشان يبقى اللوك بتاعنا طبيعي والناتشرال وشيك اكتر. ومعانا كمان البراش بتاعه البلاشر بتبقى حجمها مش كبير قوي، وبتبقى شويه من على الجنب مقشوطه كده بحيث ان هي توزع البلاشر بشكل مايل شويه لفوق على العظم بتاع الخد ده شويه عشان يدي شكل ناتشرال وشكل احلى للخطوط. تمام. وكمان هنحتاج معانا البراش دي لدمج الشادو، تبقى شويه مدببه كده عشان نقدر نوزع بيها الشادو وندمجه بطريقه كويسه واحترافيه اكتر. وكمان معانا الروج، ودي يعني اخر حاجه معانا الروج. هو انا بفضل اللون ده جدا لو احنا نازلين الصبح، ده كشمير شويه، مش عارفه واضح معانا، ده كشمير، ده لونه حلو جدا ولازم يكون مط ما يكونش فيه لمعه، عشان لو احنا نازلين الصبح او رايحين مشوار جامعه شغل ما ينفعش نبقى روج فاقع شويه عشان اللوك ما يبقاش اوفر. معانا ده روج برضو من هدا بيوتي، ده روج ومعاه ده روج ثابت لو انت خارجه مشوار، رايحه حاجه، خروجه بعد الظهر، او حتى لو سواريا ينفع نستخدمه. ده الليب لاينر بتاعه او تحديد الشفايف، ولازم جدا ناخد بالنا ان تحديد الشفايف يبقى نفس لون الروج او درجه اغمق درجه، انما ينفعش يبقى في تفاوت في الدرجات غير لو انتي عارفه نفسك هتعرفي تدمجيهم صح جدا. ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو على ازاي نحط الروج وندمجه، ازاي نعمل كونتور للشفايف قريب ان شاء الله. وده الليب جلوس بتاع الهدى بيوتي، وده ثابت جدا، تاكلي براحتك تشربي طول اليوم، ولونه حلو جدا برضو، مطفي، مفهوش مط، مش فيهوش لمعه، لمعته مش اوفر قوي، فحلو جدا. انا بنصحكم تستخدموه وتجربوه، هيعجبكم جدا. ودي كانت معانا كل الحاجات اللي ممكن تستخدميها وتشتريها كمبتدئة عشان اللوك بتاعك يطلع في احسن صورة، وفي نفس الوقت حاجات مش كتير عشان ما تكلفكيش، وعشان تعرف تحطي ميك اب بشكل احترافي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. ميرسي جدا.